بس ليكي انا ما قلت لك مشان ما اجرحك. شوفي انا عن جد كثير زعلت، بس شو بدي اعمل؟ اخي كل شيء بالنسبه لإلي وما بدي اياه يزعل. انا فهمت عليكي، انت كان معك حق اصلا، وانا حكيت مع جينك قلت له رح كون جنبك على طول كصديقه. اوه حلو كثير، برافو عليكي. يا ريت انت كمان اجيتي مع امك اليوم. ماما عندكم ليش؟ ايه اجت لحتى تقلنا الحمد لله على السلامه. ميليس ليكي الباب عم يندق، بتصل فيكي بعدين. تمام. مرحبا جانسو. شو هدول هلا؟ ليش اجيت؟ انا ما رح ازعجك، رح روح هلا بنتي. هدول مشانك، وبفرح كثير اذا اخذتيهم مني. شكرا لك. اذا بدك فيكي تتصلي فيني بعدين، اذا احتجتي لاي شيء يعني. خاطرك. هاي أول مرة بجيب هدية لبنتي، يمكن تكون هدية طفولية، بس كل البنات لما بيكونوا صغار بيتمنوا يصيروا راقصات بالي، وانتي بنتي الصغيرة لهلا. انتي مفكرة رح تضحكي علي بمخ العصفور تبعك من كل عقلك؟ ها؟ مفكرة رح تمرق علي؟ أنا بعرف شو بدي أعمل، انتي فكري. خلي مرتي بقى عند سمرة. بدك تروح على مكان كتير حلو يا روحي، في كتير أصدقاء وفي ألعاب كتير. صحيح أنت ما بتحب الألعاب، بس في هنيك بيانو كبير تعزف عليه ماشي؟ خلي مرتي عند سمرة. لا تصرخ، لا تصرخ ماشي؟ لا تصرخ. مارت بده يضل عند سمرة، مارت ما رح يروح، مارت ما بده يروح. مارت لا تصرخ، اهدى شوي، اهدى، عمل لك اهدى. مارت بده يضل عند سمرة، مارت بده يضل عند سمرة. مارت لا تصرخ، مارت اهدى، اهدى. اسمعني، أنت بدك تعمل اللي بتقلك عليه ماما سمرة. ماشي؟ اهدى. ماما سمرة، مارت ما بده يروح. رجعت يا مارت على الخزانة. تمام اهدى، تعال حضن، خلص تمام، منرتبهم بعدين. تمام. طيب انت هلا غير ثيابك وانزل لتحت، ناطرتك انا، لا تتاخر ماشي. مارت ما رح يروح، مارت ما رح يروح، مارت بده خزانته، مارت ما بده يروح. عذراء بدك تحكي مع المحامية؟ بدي أحكي. شو قررتي؟
رح أتنازل عن الدعوة. تمام، تعالي خليني وصلك. يلا. لا، بحكي مع التليفون، ما في داعي لروحتي، أنا رايحة على الشغل هلأ. إيه طيب، بس خليني وصلك على الشغل. ما في داعي، أنا بروح لحالي. ليش عم تعندي هيك عزراء؟ إذا بدك لا تحكي معي أبداً، ماشي مو مشكلة، بس خليني وصلك. عم تتعاملي معي مثل كأني عدوة. تمام، معك حق، بعرف عم أتعامل معك بطريقة سيئة، وبعدها أنا كمان عم أزعل، ومشان هيك خلينا ننهي هالشي. لا أنت بتلحى علي بهالطريقة ولا أنا بزعلك. ماشي، اتفقنا جين؟ لا ما اتفقنا. بحبها كتير. تمام، مفهوم. للحقيقة الحارة بتناسبني، بس أنا عم دور على مكان يكون أصغر، بدي بيت استوديو أو غرفة وصالون. طيب، معناتها ناطرة من حضرتك خبر. شكراً إلك، الله معك. أنتي لسه لهلأ عم تدوري على بيت؟ نحن ما حكينا بهذا الموضوع؟ لو سمحتي لا تتصرفي هيك وبلا هالعناد. ماما، ما رح نعيد الحكي، قلتلك إنه ما رح عيش بهالبيت وهاد قراري النهائي. طيب تمام، بس منرجع منحكي بالموضوع. ها؟ أعمل لك قهوة؟ لا ما بدي. طيب، الورد جابه الأستاذ عزمي بغيابي مو هيك؟ لا، جابه بابا. هو اللي جابه؟ شو عم تعملي؟ هو اللي جابه؟ شو عم تعملي؟ أعطيني إياهم. شو هالوقاحة؟ شو هالوقاحة؟ لك هو جاب لي إياهم إلي، ما بدي أعطيني إياهم. هدول الوردات إلي، ممنوع يفوت على البيت أي شيء له علاقة بهذا الزلمة. عم تفهمي؟ ماما أنا بكرهك، عم تسمعيني؟ هو جاب لي إياهم إلي، جاب لي إياهم إلي. عم أقول لك لآخر مرة، ممنوع يفوت أي شيء له علاقة بهذا الزلمة على هذا البيت.